بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمروين كسر دوادة SMC حالة الدرن إقزاء أيان كليب كان أما مقال كان عن كجها للدنا وأنا سلسلة دا لبكون لحدني شنات استوديا SMC دقينتا عن كلا جوكس على هين الديار ده إسرائيل يكفلين أيان غزاء سيس دبجوجا أي يقص عطاء ساعد والبا هي دقيقة والبا حل كان أهبينه ويكوس عطاء سيدا ورباهين تسيدا توسكا أي أتبين يسو وعربنا حال ذا ما يشل كلام رأيو يدو حماس يدنا دقيمة أي كو وضو وقنتالو أي كو قراع عيسو إسرائيل خسارها لكالقبو نفيت ما لما حسابي كري أيان أيجي دونا إسرائيل سيدا أي باهي سي ورباهينتا كن يأفر بقلو قفوت أيا كو غيريوتي سبتدي إلاي هدا دقال كي نحمري فلسطينيينتا يأيجا كن يأفر تاسي بقل لبا بقل سقال إسديتن وأسكرتا ملتريغا إسرائيل سيدا حكومة إسرائيل أي شاكتي فلسطينيينتا لما شدود وحي مريسا لبا كن لح بقل يتضباطن سيدا وسائر عافيماتك حكومة فلسطينيين تأي باهيسي وحانا داو عالقوشا اي سقال كن اللح بقول او روح ان اي داو عمين او اسقو جرى هوان عرور يوليبا رك شعب قيبيس كالدوان ورباهين توحي شاقي سا غزة ان لقول لأي هاي إلا اي كن قفوت ضد كبدن او دقينتي ديارده اي جيستين اسرائيل دارها كبربري بعدما مشينا اي قلب فيعن او اسلاماركي قرمة سمين كرا ان لهين حالدنا مركات في رسيد اي امو قطو مت سيدي قيامها قران كا او سوري او قلي دادكو يغن بي هيسنين عنتا ان هيسن كورانتا ان هيسن اياه دنا وحي كاقحايان قريهو ده غارهان وقويغا غزاء او جمعي لغو امري هل مليون اي بقول كنو قفوت ان اي كبر بحان يغن اوغين ماشا اي ادي كران دقين تنسي اس دبجوغا اي اوغا سعوتو تلفزيشن دو حاسيتو سلوغا اركايا ان شعب كرير فلسطين عروروهو ده دومركو ده وايل اي دلن يرو اسوغو جرا اي كفاكنا ايان كبحسنا ايان دقيمها وبابور كووا وين يكوا يرير يلوك انت بقى يكو سعودان يدو جيستكالي بيالا عام بحسن اي جرتو او دادك عاقدو هل ميل او لشاقي هادا انا اي بيكو دنبايان صف اي اقو جران قاب كمركات في رسيدنا اسلا سيدي كون ساقال بقول ساقاشن اي لبادي مدينة تلمود بايدابو او كالي ان اي اسانسان اكتهاي مالما سوى ادنا ورباهين توحي شاقي سا ايو حيادا عالمكا هدي قزاء اي سيدان سي اهاتو إن مصيبة بن آدنمو أن القياس كرين تاريخ ذا قرنقان كوبي اللباطنات أما اللباطة كون سدعي اللباطنك دونيدو أي مرقاتيكا نقون دونتو عزبطالكا كويالة رفع أو قزة كمدة دولة دا إسرائيل وحي أمر كون ليبتي إن لبنايو عزبطالكا سو أي يالان ميدد يداوعيو سيدا ورباهين تا أي سو تبينيسو وحا حسيد مدن إن ضدكا غير قزة oo lagu qiyaaso ku dhawaad 3 milyan ama si kala hadaan u dhigo 2 milyan iyo 300 oo kun tiradooda lagu sheego yaani duqeymaha tirada badan markii ay xamili waayeen ay miciin bideen goobaha caafimaadka iskuulaadka ay taageerto qaramada midoobay oo UN ka ay ku dhigan tahay si ay uga badbaadaan yaani duqeynta diyaaradaha Israa'il ay geysanayaan حكومة إسرائيل وهو جامينا الرئيس الوزراء بنجامين نتنياهو شر أن عادي أهين ودقدقة أيو لا شيء قولي شو سيرة مانتي سي أي أتوسان سيدا هرب أشجني مدنمو أو يعني دجال كأيكو جهيان قزاء حماس أيكو دونيان إن بط عر يدلبا ور أيكو قادان رئيس الوزراء نتنياهو وحو شاقي إن أي تهاي دونيان
إن أي بربريان أي بابيان حماس وسيرك قاشان لقى حكومة إسرائيل إساقنا وحا أطل مامي إن دي بدعير وكوي مادي وقتي لقلي لها يعني للك يبضى إعركة قزدي لقو قلي لها سي لو عرب ترسيدة وركة يقول حماس أي أقون صدين أما أي أي قانان أرقى جحسو هلك دادك رير فلسطين أي أي قانان حماس إن أي تهي كو سمينا إسكا عابين ودفاع النفسي marka la isu geeyo ilaa hadda dadka ku geeriyooday labada dhinac Israa'il iyo Falastiin waxa la tilmaamaya in 4000 qofood dad ka badan ay ku geeriyoodeen laga soo bilaabo sabtidii isku dhacyadii dhacay Israa'il iyo Falastiin ilaa hadda aan joogno oo toddobaad lugta la sii galaya ama toddobaadba macnihi laga joogo Lubnaan xuduudeeda يدنا وحاكا جرتا استوريين إسرائيل إيو حسب الله ووليوه كل مانان قربك حماس إماشا دقن إيران يدنا وحاكا دكتي خطرتا قزاكا سعوتا يعني وحاكا دكتي حكومة دها إسرائيل إيو مرايكنكا هلكا دولد مرايكنكو يدنا أيكا بقيسو إن حالة دفراء أيكا سيبحدو dagaal kaan uu noqdo dagaal gobolka oo dhan saameeyo oo balaaran xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mr. Anthony Blinken ayaa dhex jooga bariga dhexe la kulmaya wadamo fara badan oo la dirisa Israa'il Carbeed sida Saudiiga Qatar Jordan ama Urdun Masar oo u dambeysay isla markaasna madaxweynaha Masar Abdul Aziz Sisi maantay ay wada hadleen CC oo tilmaamay in wadiiqad loo sameeyo xal waara mustaqbalka dadka reer Israa'il xaaladan hadda ay ku jiraan alf leil wa leil macnihi laga baxo wax dhaba la yimaado qaahirana ay diyaar u tahay in ay marti geliso shir yaani mustaqbalka Israa'il looga arisanayo illa iyo 3 كيلومتر ميلي أجرتو ماشا قزاء هادا اي جوغان دادك رير فلسطين ايا وحالا شاقي ان مدافع لغاسو طوري حدود قزاء وحي إسرائيل كاك دوانا ان اي كاقحين دولد دودان اي امر كو ديبتي مدافع ده حماس اي سو طورتين ميلف ربضانو إسرائيل حدود ده اوغوه الرئيسي وحي يلف ربضان اي غارسيسي sida warbaahinta sida tooska ah looga arki karo ay u tabinaysay warar kale hadaan ku noqono wasaaradda arrimaha dibadda dalka Faransiisiga ama wasiirka arrimaha dibadda dalka Faransiisiga wasaarad iyo wasiir wasaaradda iska dhig waxay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Faransiisiga in 19 qofood ay ku dhinteen dagaalka Israa'il iyo Hamas ama Falastiin dhex maraayo ee markaysay muwaadiniinteeda in ay meeshaasi ku geeriyoodeen ugu dambeyntii xaaladda waxaa ka qeylinaya daran ee Gaza hay'adaha caalamiga ah oo ugu horeysa WHO qaramada midoobay iyaduna way dhawaaqaysa waxay leedahay hadii sidaan lagu sii fiirsado إسرائيل يا فلسطين يعني غزة وحال جاري دونا مر أو حبل لقى قبنا كرين وضدكوا إيدا ما أنا يان ترب ترب مركا أنت أي جوري جورت هاي ضد كان جرجر هلا لقى جارو كلي إيه كلي إسرائيل وحي كيلي لهاي حكومة ديدة إنك استوى ما أنت أي شرطي ورنا أي شاكتي وحقو قرصن لما يقان دقينتي وي سعطا إذا مضى إسرائيل أي سمين يان habeen iyo maalin daqiiqad walba dhimashadu way kordhaysaa dhaawacu uu kordhayaa xamaas iyaduna duqeynta ay sameeyneyso Israa'il ma joojinayso shacabka Israa'il iyaguna dad nabad ku ladaaya uma eka iyadoo caasimada Tel Aviv maanta uu ka dhacay banaanbax weyn ay dhigeen muwaadiniinta reer Israa'il ay kaga soo horjeedaan xukuumadooda
أما الدولة الدودة وهو جامين أيه بنشمين نتنياهو أينو كو أدين ينحو كو مضى أما الدولة الدودة إن أي كو فشلنتي دفاع مواطنين تا غير إسرائيل أي بيكسان أيسو حماس سيدا أي ورقة أدغين ورباهين تنا أي سو تبسي قبل كأردن درين باقلي عبسيوين باكتاقن باريقا دحوردن وانا صوابتا كنتي حقياها الرماه الدباد مرايكنكا إن أكرد مان لأيهاي باريقا دحي وبروسيكا أدكتاي سي أرنتان فراها أيسان أغبحين وحوكود داليا مستر بلينكن إن ودامادا عربتا يا إسرائيل سي عادية إيوضا دقمان أو حريركا إسرائيل يودامادا عربتا نورمال ونقضو جناسيكا إسو سعودكا دالحيسكا يدا أو ودامادا قار إلاي هادا أنا يقالنكا كدوغن هشيسكاسي إبراهيمية هالكا قارنا أي أقرادين صومالي دهدان ونقضنو dad waxa jira Soomaali ah ka qayb galay heshiiska Ibraahimiya oo gol oo ma arkayse la dhacsan waa ay jiraan oo xataa baraha bulshada iimaanaya iyaguna si toos ah u taageersan yahuuda ama Israa'il halka Soomaalida qaarkeedna ama badankeed ay taageersan yihiin qadiyada Falastiin oo ilayeen Falastiin waa laga gardaray yahay oo dhulkooda lagu haysta guriyooda laga bixinaya dadku sidaas ay u qaybsan yihiin sida Soomaalidu ay labadaasi ugu qaybsan tahay ayaa haddana dadka gaalada ama kristanka nafsadooda oo ku kala nool shanta qaaradood madow iyo cadaan bale iyagana sidaas ay ugu qaybsan yihiin waxa jira dad mareekan ah oo taageersan Israa'il waxa jira isla dad mareekan ah oo taageersan haddana qadiyada Falastiin Ingiriiska la kadaalika Faransa la kadaalika Yurub iyo Amerika Afrika la kadaalika South Africa oo kale waxaad arkaysaa dad mas'uuliyiin dawladda ka tirsan oo calankii Falastiin wato oo qadiyada Falastiin taageersan Shiinaha iyo Ruushka iyaguna waxay taageeyeen arintan hal la dhameeyo wada bini aadnimana hal la furo Shiina iyo Ruush mar walba iyagu waxay taageerayaan had walba meeshii Mareykan macnihi qofkii Mareykan ka soo horjeeda Mareykan meeshu taageero iyagu cagsi bay ku yihiin waana siyaasadda yaani adduunkii gaalay islaam madow iyo cadaan ayaa waxaa loo kala safan yahay qadiyadan falastiin iyo israa'il laba group markaad u fiirsatid banaanbaxyada dhacaya wadamada qaarada yurub ingiriiska maanta u dambeeyay banaanbax weyn ka dhacay ee jarmalka sidoo kale frankfurt banaanbax ka dhacay berlin uu ka dhacay yaani france uu ka dhacay inkastoo digniina la dhiibay oo la yiri hal kala saaro falastiiniinta iyo xamaas masajidada iyo goobaha gaarka ah iyo goobaha danta guud lagu ma taageeri kara la yiri wadamadan macnay reer Yurub qarkood oo loo aqoonsaday argagixiso inay yihiin xamaas laakiin falastiiniinta qadiyadooda qof kasta uu xor u yahay uu taageeri karo si lamida sida Israa'il qof walba uu taageeri karo waxaa jira dad iyagana u dhashay Israa'il oo iyagu calankii Falastiin wata taagan falastiiniintu waa laga gardaran yahay waa la helayaa waxa ay joogan qaarada Yurub iyagoo mudaharaadyada qayb ka ah waliba qaarkood culimadooda ayaa banaanka la taagan qadiyada Falastiin inay taageersan yihiin waxay leeyihiin sidaan bani aadanimo ma ahan qaarna waxa way iyagay taageerayaan waxa jira dad Israa'iliin ah oo adduunkan kala jooga oo iyagu doonaya inay aadaan Israa'il si dagaal ay u galaan horaan waxaan idin soo gudbinay ama warbaahinta ka dhageysateen 360 kun oo ciidamo kayd ah in xukuumadda Israa'il hadda ay soo kicisay kuwaas oo la soo dhoobay badankood xuduuda maantay yaani Gaza iyo Israa'il ay leeyihiin oo siliga ku awdan kuwaas oo wata hubkii ugu dambeeyay caalamka isla markaana doonaya in ay lug ku galaan Gaza oo ay tirtiraan xamaas sida ay sheegeen halka qubarada qaar ay leeyihiin haddii xamaas lala dagaalamayo maxaa collective punishment loogu sameynaya yacni ciqaab wadareed dadka reer Falastiin oo shacabka caruurta iyo maxaa loogu sameynaya maxaa loo leeyahay dadka kan guriyiina ka baxa wadan kale aada qaxooti ku noqda maxaa loo leeyahay haddii aan la doonaynin in dhulkooda laga qaato qaar baa dhahay qubarada qaar waxay leeyihiin way ku doodayaan dadkan haddii la caawinayo
بمبينتا لغا جوجيو وضا هذا الحلق قالو إسرائيل استيت فلسطين استيت هلا سمي الله بدل أو سمن وبرضا قار سياسة فلنغية سيدا سيليهين انت كور رئيسنا هدي حبت جوجين لسميو سيدا وضمد قار سيدا روشك أوكرا يكون واقين ميشو دات كان انتظه اللوغو جيو وحي الدنيا دكو كالمين آيان لكن هدي دلكو دا يكبحان سي اقبحان بين نغندون تا سيدي دلكو دي هور اللوقاتي أوكرانا اللوقا دان ربا وبرضا قار ورباهين سيدا سيكليهين دوضع علوس أيها هرينية يعني ماركي سيد دونيدة ضدك سياسة دا الدرسة أما سياسة دا كفا الله دا عدان إيه مدوبة له قالي إسلام بله كله يوحي كل ما توان أركي دوننا لكن حالد دا آد بي قدرانتهي غزاء سيدا إيسي لميدا إسرائيل يدونا حالد يدو وي عدكتهي أو شعبكي نبط كمال لدايان لبادا دي نعبر نبط مطالو لكن عليسكو كلبدان يهي مركاد أوفي رسيد ورباهين سيدا إيه تبين يسو سيد توسا عريسكو حوكو بدن يهي غزة محايا يغو مهيستان دياردو سيدا كوا إسرائيل أوكال أو معنه دقين تقزة كبع عيسو أوكال أو دقين كرقو دها إسرائيل أما التلافيف سيدا أوكال مهيستان مراكيب يعني سيدا إسرائيل أي أوهيستا أوكال مناهيستان هبكي أقدم بي عصرية تانجية دان دبابات كان صعودة وان أرقنو أوكال مهيستان فلسطينيين تا مركز سيدا سي أوكال dadku waxay ku soo ururinayaan xalka ugu dhow reer Falastiin iyo Israa'il laga gaari kara waxa weey colaadaan in labada dhinac laba state oo sharci loo sameeyay is ixtiraama loo noqdo iyadoo lagu saleynayo 1906-meeyadii qareeradii ahayd Israa'il state iyo Palestine state walaalayaal wixii ku soo kordhaa halkaasii warbaahinta SMC baan idin soo dhigi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo xaaladda way daran tahay waxaad moodaa dadka in markaysay safkii qiyaamaha ay taagan yihiin baab bay afka u saaray yihiin Ilaahay ha u fududeeyo waan u duceynaynaa muqaalkan muqaalka xiga korna waxaan isleen waxaan idin leenahay firdowsa